Menempati acara berikutnya yaitu pembacaan Rotibut Tahlil yang akan disampaikan oleh Bapak Kyai Ali Mahmudi. Disambung doa tahlil yang akan disampaikan oleh Romo Kyai Haji Abdul Muhid Ahmad. Kepada Bapak Ali Mahmudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirati ruhi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi wali ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dumaila hadirat ruhi abina adam mu'mina hawa wa mawaladam lan nabiyyina wa syidiqina wa syuhadai wa salihin arwahi jami'il awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha wa ila arwahi min jami'il ulama illahi ta'ala aina ma kanu fi barriha bahriha arwahi jami'il malaikatil muqarrabin hadirat ruhi sultanil awliya syaitina syah Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu ila hadirati waliyallah syaitina syah Abil Hasan Ali Ash-Shadili wa usulihi buhru'ihi sun hadirati waliyillahi tis'atul ladina balagudin balgadina Indonesia hadirati waliyil kuryah kuryah galangan wa usulihim wa furu'ihim sayyidillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. خصوصا إلى أرواح من ذكرت وكتبت وقرئت أسماؤهم في هذه الرسالة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وجدنا وجدتنا وأولادنا وأخواتنا ومشايخنا ولمعلمنا ولأرواح أهلنا وأهلكم أرواح شائر أهل القبور من المسلمين مسلمات والمؤمنين مؤمنات غفر الله ذنوبهم صدر عيوبهم ويؤلي درجاتهم سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد من خدم الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين مع عبادك الصالحين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيا عليها نموت عليها نفأث عليها إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عاشا أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل
innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Sadaqallahu adzim. Arwahihim lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا 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 نعيمين حمدا شاكرين حمدا يقيني محمد مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وأذيه سلطاني. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah. Isfa' lana wa li walidayna wa li masyayhina wa li muallimina li durriyatina wa li baitina wa li hadihil jama'ah ayuhan nabi wa rahmatullah wa ala ibadillah sholahin. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولم أدل قبضة الرحمانية أفضل لخلقة الإنسانية أسرف الصورة الجسمانية مأدان الأسرار الربانية وخزائن الألوم الاستقائية صاحب قبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه وهم إليه صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث ونفنيت سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا كثير النوال ويا تاتي الوصال ويا حسن الفعل ويا رازق العباد على كل حال ويا بديئا بلا مثال ويا باقي بلا زوال نجنا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما جعل تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا ما هللنا صلينا حمدنا واستغفرنا ما دعونا حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه أزواجه وذريته وآل بيت الكرام وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم صحابة الهجرين والأنصار جميع سيدي أهود أهل البدر جميع أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل أوصل صحابة مثل صبي ذلك قدرة أبونا أدم وأمنا سيدنا هوا وما تنسل بينهما من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين سن حضرة نبي خضر بل نبي ملك نبي إلياس نبي سليمان نبي إبراهيم عليه السلام نبي إسماعيل عليه السلام نبي موسى كليم الله عيسى روح الله أنبياء الله إنما كانوا جميع الملائكة المقربين حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء التسعة الذي بلغ الدين في بلدتنا إندونيسيا حضرة الشيخ محمد بهاءالدين شوبندي حضرة الشيخ عبد الحسن الصادلي جميع مامي طريقة معتبرة ملة الرسل إلى الآن حضرة جميع ولي الله تعالى وولية الله أينما كان ولي الله أحمد متمكن هجن رغز ملأ سيجان لندا ولي هدي القرية قرية كلاغان تقبل وأوصل صحابة مثل صبي ذلك حضرتهم جميع علماء الله أينما كانوا من المفسرين محدثين صن علماء الله في هدي القرية قرية كلاغان تقبل وأوصل صحابة ما قرأنا ما هللنا صلينا حمدنا استغفرنا
حضرين جميع مشايخنا مشايخكم أستاذنا أستاذكم جدنا جدكم جدتنا جدتكم أبينا أبائكم أمهاتنا أمهاتكم إخواننا إخوانكم أخواتنا أخواتكم وأصدقائنا أصدقائكم وأقربائنا أقربائكم حضرتي الرحيم من ذكرت وكتبت أسماؤهم وقرئت أسماؤهم في هذه الرسالة من أهل طريق سيد اليحيى هذه الجماعة في قبرهم وقبرهن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفنهم واجعل الجنة مثل الجنة اللهم وارحمهن وعافهن وعفنهن واجعل الجنة مثواهن في الجنة أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والسرور الحضرة أهل جماعة طريق السعودية في قبرهم وقبرهن ارفع لهم الدرجات ضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات والجد والجدات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي بركاتي وسرهم جزء علينا وعلى هذه الجماعة طريق سدلية اللهم انقلنا وأهلنا وأهل طريق سدلية من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الغفلة إلى العبادة ومن السخط إلى الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين بركاتهم وأسرارهم جل وعلينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها مآسينا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادينا واجعل حياة لنا زيادة في كل خير واجعل حياة لنا زيادة في كل خير واجعل حياة لنا زيادة في كل خير واجعل موت لنا راحة من كل شر واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله يا إلهنا أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة استجب دعاءنا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على نيتي القبول من جميع المسؤول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله كرام بانغبوتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak Ibu hadirin hadirat sedaya ingkang tansah kula hormati menggah makaten kalawan nggih kita mimami roti but tahlil wonten kekhilafan klepatanipun nggih kita maos kalimah kalibat tibah mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangapunten lan sedaya kasayanan ganjaranipun mugi-mugi leres-leres katur dumateng para arwah ingkang kita donga'aken sehingga dadosaken maghfirahipun amin amin ya rabbal alamin saking Allah kirang langipun agen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami nyuwun pangapunten ingkang kathah akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.